معاك حق، أنا آسف. أوكي؟ شو صاير معك؟ رحت لعند كرم. رح تفهميني لما رح أقلك إنه يعني رغم كل شي صار ما مستوعب إنه أقرب حدا إلي بحياتي يعني ما يكون موجود بكرة. شو هالدنيا هي؟ فجأة بتنقلب بصيروا رجلي فوق ورأسها تحت. وشو قال لك؟ ما حكينا أصلاً. أنا ما كان بدي روح لعنده بس ما لقيت حالي خير جنب بيته، بس ما عرفت شو بدي أقول له. ما عرفت، لفيت ورجعت ما حكيته ولا شفته. معك حق تقول إنه الحياة غريبة والناس بتتغير، مزبوط، بس أنا محلا ببعت له مسج. هلأ بعت له مسج وقل له كل شي بقلبك، كل شي عم بتحس فيه وعم بتفكر فيه اكتب له إياه. وبعرف إنه كرم غلطان كتير معك، بعرف هيدا الموضوع، بس برأيي ما تحط كل الحق عليه لأنه في طرف ثالث، والطرف الثالث هو مرة، والمرة بس تحط براسها بتخرب. بس أنت وكرم يعني علاقتكم مش علاقة سنة وسنتين وثلاثة، علاقة سنين. أنا اللي بعرف قد أصحاب أنتو أكتر من الأخوة يعني، والأخوة بس يتخانقوا مش عم بيتصالحوا. فما بقى تزعل وتعصب حالك وتنقهر، لأنه بكرة بتشوف علاقة حترجع تزبط أنت وياه. بدي إياك بس تروق بليز كرمالك. أوكي؟ آسف كتير عليهم. نعم.